أفادت وكالة الأنباء القطرية بأن وزير الدولة القطري لشؤون الخارجية وصل إلى السعودية لحضور الاجتماع التحضيري للقمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي. انطلقت أعمال قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض وسط تكهنات باحتمال أن تشهد العلاقات الخليجية تحسنا بعد أن قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو حزيران عام 2017 قطعت العلاقات الدبلوماسية مع قطر. وأكد وزير الخارجية القطري أن بلاده تجري مباحثات مع السعودية حول الأزمة الخليجية، وأعرب عن أمله بأن تسفر عن نتائج إيجابية.